شاي وثلج. هذا الشاي العراقي المهيل الحرارة، وخلنا نشوف ايش راح يطلع اليوم. اوف، طلعت الريحة مالته. هدي شوي بديفور هيل. Be careful, holy. الغابه بيوت بيوت صيفيه حاليا ما مسكونه، بس جاي ويا زميلي بالعمل. بارده بحث لابس مسوي الشراوية، وفوقاها لابس شيء ثاني من قد ما باردة. هذا المكان هو نقي، السماء زرقاء، ماكو بشر. كنا قبل شوية حاولنا نشوف إذا اكو غزلان بالغابة، بس ما شفنا اي شيء. وهاي هي هذا المكان، اكو بحيرة كلش قريبة من هنا. هاي منطقة كانوا ساكنين بيها لحد قبل اكثر من 60-70 سنة. يعني كانت اكو بيوت وناس ساكنين، بس اكثر الناس، وهسه هم رحنا قبل شوية المكان، كانوا قبل 300 سنة ساكنين بهاي المناطق النائية، بس هاجروا السكان يا اما للمدن الكبيرة، او حسب ما قال لي زميلي هسه كريستر انه هاجروا قبل اكثر من 150 سنة لامريكا السويدين هنا بسبب الفقر والعازة، وبقت اراضي شاسعة. بس بانين بيها، يعني كل من عنده ارض او هيجي شيء عندهم بيوت، ويجون بالصيف يبقون شهر او شوف ايش قد، او يجون على طول السنة حتى لو الشتاء كم يوم. طرق طبعا غير معبدة، فيا اما واحد يبقى الطريق مثل ما هو، او يتفق يجيبون حصو يعبدوا له الطريق مثل هسه، ويتفقوا شركة كهرباء يسحبوا له كيبل مثل ما كثيرين مسوين. اما مي فهنا ماكو، يعني اكو بيار يحفرون ويسحبون منه المي. وهذا كريستر زميلي، وهسه احنا راح ناكل لان كلش جوعانين. هاي تو ده داكس با ده داكس هلر يا سو بي فيكسر تي توكسو تي يا نسوي شاي. جاي وياي القوري سوي شاي عراقي. همبرجر، طماطم، زيتون، خضروات، مفاتيح، بهارات، قوري شاي، شوي بازاليا. اوه هذا الهمبرجر، وخلنا نشوف ايش راح يطلع عندنا اليوم. كل ما نجحنا نشوي طبعا نفس الطريقة.
الجو بارد. أوي أوي أوي. والله باردة صراحة. وجعنا احنا هم. هذا الاكل يعني تقريبا راح يخلص. انا ما احب السليفون بس صاحبنا يحب السليفون. بدت تعصف همينة. ذلك بدت تبرد. بردت كلش فراح ادخل جوه. شوية دفء على الاقل. نسد الباب. ذيك المدفى طبعا ما شغلناها اليوم. هاي صاحبي كله سواه وحده اشتغل بيده. شاطر.